غلاء في الأسعار يقابله ضعف في الإقبال، هكذا تبدو أسواق محافظة شبوة مع حلول مناسبة عيد الفطر المبارك. العشرات من المواطنين هنا يتسوقون بصحبة أطفالهم، وبعد أن يتجولون في المحال التجارية يغادرونها بأيد فارغة بسبب صدمة الأسعار المرتفعة. بصراحة هذا الموسم في ارتفاع زيادة في أسعار الملابس، سواء في الملابس الرجالية أو حتى في ملابس الأطفال، ارتفاع لا يقدر المواطن العادي أنه يشتري ملابس. والله الإقبال ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، ضعيف جدا بسبب قلة الرواتب لم تجي، والأسعار مبالغ فيها قليل. الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والذي تشهده الأسواق هذا العام، خصوصا فيما يتعلق بمستلزمات العيد، تحولت معه احتياجات الناس إلى مجرد طموحات باتوا يرغبون في تحقيقها في ظل ظروف معيشية ومادية صعبة يكابدها المواطنون. نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وخاصة هنا في محافظة شبوة، تأخر رواتب العسكريين حيث عانوا كثيرا، إضافة إلى الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار بدلات العيد ومتطلبات العيد حيث أنها أسعار خيالية لم يعد الجميع قادر على شرائها، ولم يتمكن إلا البعض القليل من أفراد المجتمع. الوضع الراهن اللي تعيشه البلاد من حروب وغلاء معيشة وارتفاع الصرف وارتفاع الطلبات الأساسية للمواطنين، هذه أدت إلى يعني انخفاض قبال الناس على البيع والشراء. كانت الأعياد والمناسبات تمثل محطات بهجة لليمنيين، إلا أنها صارت مع ظروف الحرب تشكل عبئاً ثقيلاً، خصوصاً في ظل حرب اقتصادية تشنها الشركات وتجار الحروب منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة قبل 4 سنوات. العيد عيد العافية عبارة تتردد على مسامع الناس قبل أيام العيد، وهي كلمات في ظاهرها الرضا، إلا أنها تعبر عن الأسى والمعاناة. ففي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، يعجز الكثيرون عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، عوضا عن توقف العديد من مصادر الدخل وغياب المرتبات. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.